كيف كان غني قارون؟ لانهم هم افهموها، هذول الاف مؤلفه بني اسرائيل، الاف مؤلفه في مدن مختلفه على فكره. وايام رمسيس قسمها ولايات، كان مقسم البلد ولايات، وما تظنوش انه كلهم يعني في العاصمه، وكانوا يستخدموهم في امور كثيره، في منهم الاطباء، في منهم الفرسان، في منهم الحرس، في منهم في منهم في منهم في منهم، هذول مئات الالوف. لانه شوفوا عبر 450 سنه او 500 قديش ممكن يكون ال 500 شخص يصيروا، يحسبوا لي اياها تبعون الرياضيات، 500 شخص بعد 500 سنه قديش؟ تمام؟ بالنسبه للزياده السكانيه في الغالب، وزمان كانوا يتجوزوا بدري وكانوا يموتوا كثير برضه، مش قضيه. الان فالحكم بيكون معني بايش؟ معني بالناس اللي ممكن من هذول الناس تتحالف مع، افهموا الان، ما هذا بصير معكم كمان، تتحالف مع مشان يسيطر ويظل عيونه موجوده. وهذول بيغنوا، هذول اللي بيكونوا مع الحكم ضد قومهم مع الحاكم. وهذا دائما كل الطغاة دائما بيستخدموا هذا الاسلوب، ما بيقدروا على فكره يسيطروا الا لما يوجدوا من داخلك زعامات جايها زعامات، يعني قصدي ذكرتني فيها، زعامات تتحالف. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، يعني الشباب بالذات، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه، لا وملئهم، ملأ بني إسرائيل، أن يفتنهم. مين اللي بيفتن؟ فرعون. وطيب والملأ من بني إسرائيل بتعاونوا مع فرعون مشان يفتن، يعني مين بيرفع للجهات العليا؟ مين بيرفع للجهات العليا؟ المتعاون بغنى، خصوصا من قلت هذه مدن. وأيام رمسيس كان مقسم ولايات، ومعروفة هذه البلد، هذه مش بس مصر، ما هي كمان، تمام؟ وكان رمسيس امبراطورية. طيب اللي ربى موسى يعني، بعدين اللي يحكم من بتاعه. فلاحظوا، دققوا في الآية كمان مرة، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على فرعون، على خوف من فرعون. خايفين من مين هم؟ من فرعون وملائهم، مش ملأ فرعون، ملائهم هم. ومن مين من الملأ؟ قارون وملائهم، أن يفتنهم، يعني فرعون، لأنه هو اللي بإيده في الأخير يقرر، هذولاك بنكلوا له. ولذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، هذا من أسباب يبدو غناه، لأنكم تقولوا طيب هذا كيف صار هيك؟ ما اليوم عندكم أمثلة كثيرة في بلاد كثيرة، المتعاونين مع الاستعمار كيف بيغنوا وبصيروا وبيمارسوا كمان سلطتهم على أقوامهم، وبضبطوا أقوامهم لصالح الجهة الاستعمارية.